للجميع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه. هذه الانطلاقات الجميله والتحديات والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقه شوطنا الرابع والعشرين في مجموع اشواط صباح هذا اليوم ال26 شوطا. تبقى شوطين من بعد هذا الشوط، وهذا الشوط خاص باللقاية القعدان المهدنات الأصايل. هنا أيضا لأبناء القبائل في هذا الأداء المميز الجميل. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، ونسير في المراكز العشرة الأولى المنطلقة في تحديات وإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع الصدارة، تابع المقدمة والمركز الأول. صدارة هذا الشوط، وهنا المنطلق شاهين لسلطان بن الشير بن عبد الله الشمري على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي فعال لعبد الله بن مسلم بالطير بن سهيل العامري، وعلى المركز الثالث قاسي طالب بن محمد بن طالب العامري، والوصول من هملول اشطيط بن سالم بن راشد لجتبي من يتسلل من الجانب الآخر. هناك أرى التسللات الجميلة والإثارة لهذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع هناك التسلل من قبل أشقر لخميس بن محمد بن مبارك لخيلي من يأتينا بهذه الانطلاقات الجميلة بهذا الأداء المميز وشعار. هناك شعار بن كعيب أيضا ينطلق هذه اللحظات من مايهاب. عبد الله بن حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي من ينطلق بالتحدي وبالإثارة. هناك أيضا يأتينا بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة أمدوخ لراشد بن طالب بن راشد بن شريم المري من بدأ يتسلل إلى الصدارة، يتسلل إلى المقدمة وإلى المركز الأول. المدوخ هنا من انطلق راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري، وهناك يتابع أيضا زعل بن شريم من يتابع بهذا الانطلاق. المركز الثاني والوصول من شاهين سالم بن الشيل بالورع العامري من الجانب الآخر. هنا أشقر خميس بن محمد بن مبارك لخيلي المنطلق بالتحدي والإثارة. الوصول من هداج طاهر بن مصبح الكندي المرر بشعار الجنرال من يتابع هذه الانطلاقة الجميلة. الوصول هنا شاهين سلطان بن الفيل بن عبد الله الشمري، وهنا التحديات الخروف حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر أيضا قادم بهذا الأداء المميز. وهناك أرى الشعارات تنطلق وتتحدى عينها عن البحث وعن الناموس وعن الفوز والإثارة. الوصول من راهي عوض بن خميس بن محمد الشامسي أيضا قادم ينضم إلى كوكبة المنطلقين. هناك مبروك محمد بن فرج بن محمد المحيربي من ينطلق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع والقادم هناك شاهين راشد بن سعيد بن علي البريصة المري، وهنا ياتينا ستيح حمد بن سالم بن محمد بن حيد المري، وعلى المركز العاشر هناك والانطلاقات الجميلة. وأرى الوصول هنا أيضا من مشرف ناصر بن علي بن أحمد العلي المعاضيد. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط والمقدمة وراهي عوض بن خميس بن محمد الشامسي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. ما شاء الله ما شاء الله في هذا الانطلاق الجميل. لحقوا هالبطلايب، لحقوا هالبطلايب ما شاء الله في هذا الانطلاقات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم بهذا الأداء المميز الجميل.
اولو الصدارة اولو المقدم المركز الثاني المركز الثاني ويتسلل في هذه اللحظات الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا سطيح سطيح حمد بن سالم بن محمد بن محيط المري، ولكن هناك 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 راهي عوض بن خميس بن محمد الشامسي هو المسيطر على الصدارة المسيطر على المقدمة على المركز الاول، ينطلق الى الفوز ينطلق الى الناموس. راهي سلالة راهي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. سلام مدينة العين، سلام على هذا الاداء المميز الجميل لراهي ولحظة وصوله الى خط النهاية. عوض بن خميس بن محمد الشامسي المركز الثاني، قاصد للسيد طالب بن محمد بن طالب العامري، والمركز الثالث اتانا شاهين سلطان بن فهد بن عبد الله بن صقر الشمري. هناك ايضا الانطلاق على المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هناك من تسلل بهذه الانطلاقة الجميلة. المركز الرابع صغان حمد بن علي بن حمد بريس المري، والمركز الخامس كانت الانطلاقات والتحديات الجميلة. هناك يأتينا مدوخ لراشد بن طالب بن راشد بن شريم المري من وصل على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني، هذا الانطلاق المميز الجميل هو لحظة الفوز والناموس. هذا الأداء المميز عندك يا الشامسي مع راهي عوض بن خميس بن محمد الشامسي، قاطع المسافة في 7 دقائق توقيت الزمني، هنا 7 دقائق. بهذه الانطلاقات الجميلة التهنئة لك الشامسي والسلام لأهالي مدينة العين بهذه الانطلاقات الجميلة والإثارة. 7 دقائق 41 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية، تهانينا له والناموس على هذا الفوز المميز لراهي لعوض بن خميس بن محمد الشامسي، بينما المركز الثاني وكان هناك على المركز الثاني. انطلاقات الجميلة ولحظة أيضا طول صاحب المركز الثاني هذا الانطلاق المميز الجميل. قاصد الطالب بن محمد بن طالب العامري مكان نصيب المركز الثاني. هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة، نهنيه على حصوله بثاني المراكز هنا في هذه الانطلاقات المتميزة الجميلة له على هذا الفوز المميز وتوقيته الزمني هنا ولحظة الوصول إلى خط النهاية. 7 دقائق 43 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث المركز الثالث كان الانطلاق من قبل شاهين سلطان بن فهد بن عبد الله بن جروح الشمري. تهاني